زي في لعيب خلاص قرب ينضم لنادي الزمالك او بيصلي استخاره او بيشاور عقله احمد الشيخ احمد الشيخ قريب جدا من نادي الزمالك الكلام اللي بيطلع دلوقتي ان احمد الشيخ لا ما تجيبوش لانه غلط في نادي الزمالك قبل كده الراجل ما غلطش في نادي الزمالك عايز أقولكم فجأة انا عايز اقول لكم مفاجاه ان احمد الشيخ زملكاوي اساسا يعني احمد الشيخ زملكاوي ويا ملعيبة زملكاوية في المفاوضات كانت حابة تيجي نادي الزمالك وراحت النادي الأهلي ويا ملعيبة أهلوية كانت حابة إن هي تنضم للنادي الأهلي وراحت نادي الزمالك لأنها مفاوضات فأحمد الشيخ قريب جدا من نادي الزمالك أحمد الشيخ عنده حاجات كتير جدا لسه ما طلعهاش ما طلعهاش مع النادي الأهلي للأسف لان النادي الاهلي كان بيجيب احمد الشيخ آه يعني لم يوفق او ما بيوفقش قوي يوم راح طالع اعاره يدغدغ الدنيا يرجع تاني آه ما يوفقش يقوم طالع اعاره تاني يقوم مدغدغ الدنيا تاني يقوم راجع تاني فاحمد الشيخ خلاص بيقترب من توقيع النادي الزمالك وعايز اقول ان الراجل الراجل آه آه يعني يعني بيني وبينكم كده بجد يعني في ودنكم احمد الشيخ بيحب نادي الزمالك بس ما عنديش كلام اقوله اكتر من كده واحمد الشيخ زملكاوي وحابب أنه هو يكون متواجد في نادي الزمالك بجيب لكم من الاخر بقول لكم اللي هنا واللي هنا بكل مصداقيه عشان احتفالنا تاني بالنادي الاهلي ده حقه حق النادي الاهلي لانه خد دوري ابطال افريقيا اللي هيتوديه كاس العالم للانديه ولو كان نادي الزمالك كسب كنا هنحتفل بيه لان ده كان هيبقى حق نادي الزمالك ونادي الاهلي كبير نادي الزمالك كبير لكن تاني وتالت ورابع الى كل المسؤولين الى كل الناس اللي عايزه تكون مسؤوله وبتدير نادي الزمالك انا ما بتكلمش عن المجموعه اللي موجوده خالص مش اللجنه انا بتكلم بقى لما بعد في ناس بعد كده هيبقى في انتخابات هيبقى في عايز ده يدخل وده يدخل وده يدخل وده يدخل. ابعدوا نادي الزمالك، اتنافسوا مع بعض بعيد عن نادي الزمالك. مش عشان تتنافس انت واحد تخبط في نادي الزمالك. او واحد كسب عشان هو كسب تقوم انت عايز تدمر نادي الزمالك. ابعدوا نادي الزمالك عن اغراضكم الشخصيه. ارجوكم اللي عايز يشتغل لنادي الزمالك وبيحب نادي الزمالك بجد يشتغل فيه دلوقتي. في وقت المحنه. أستاذ ممدوح عباس ارفع إيدك عن نادي الزمالك مش ارفع إيدك يعني سيب نادي الزمالك وامشي يعني لو في مشكلة مع نادي الزمالك تنازل عنها لو في حجز عن الأرصدة تنازل عن الحجز دوت ده اللي أنا أقصده ده الوقت اللي كل زملكاوي هو مش الوقت يعني الدنيا خلاص بي يعني بي الدنيا بتدغدغ يعني لا تعرض لهزيمة عادي ده وصل للنهائي ده خسران في النهائي مش خسران في دوري المجموعات. طب ما الأهلي كسب الزمالك قبل كده مرتين في دوري المجموعات. وخرجوا وما دخلش حتى معاه تاني. لكن الزمالك خسران في النهائي وعامل مباراة كبيرة. طب في إيه يا جماعة؟ أنتوا بتدوا نادي الزمالك ليه؟ الدنيا وقفت ليه؟ أنتوا عايزين من نادي الزمالك إيه؟ بلاش نظرية المؤامرة. نادي الزمالك نادي كبير. خسر في الكاس. طبيعي. احنا قلنا ان هيبقى في توابع للمباراه دي على الفرقه الكسبانه وكان ممكن الاهلي يخسر امبارح مع انه هو كسبان خلاص ما انت بتنتشي بالفوز فممكن ادائك يهبط هي كره القدم ملهاش كتالوج مدوره يعني كوره مدوره زي اللي قدامنا ملهاش ماسكه ملهاش ملكه تعرفش اولها من اخرها اهي مدوره قدامنا اهي فين اولها من اخرها مدوره لا ليها ملكه هنا ولا مدوره كده هي دي كره القدم